قول الله تعالى ومشهد غاسق إذا وقب، معنى الآية؟ جاء في السنة من حديث عائشة ومسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر فقال لعائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، أشار إلى القمر. والإشارة إلى القمر إشارة إلى الليل، لأن القمر سلطانه الليل، وأي وقت ظهور أثره الليل. فالغاسق إذا وقب هو ظهور القمر أو الليل، والأمر في هذا للعلماء في أهل من أهل التفسير فيه قولان. والمقصود الاستعاذة بالله من شر ما يكون في الليل من مكروهات وحوادث، فإن المكروهات في الليل كثيرة، والاحتمال بالله تعالى منها مشروع.